أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه هي عناوينها. بدء إجراءات تسفير السفينة الليبية المحتجزة بتركيا، استئناف تنفيذ خط مياه حق لبنينة ببنغازي، والأهلي طرابلس يستعد لمواجهة نواذيب الموريتاني. أعلن القنصل العام الليبي في إسطنبول صلاح الدين الكاسح البدء في إجراءات تسفير السفينة الليبية كافالي المحتجزة في إسطنبول، وذلك بعد حل إشكال وقع مع وكالة الحفاظ على البيئة التركية، والذي تسبب في تغريم السفينة مبلغا قيمته نصف مليون دولار. أعلنت مديرية أمن الحمص ضبط شخصين يقومان بإتلاف سد وادي لبدة، وذلك بتكسير الخرسانات الإسمنتية وسرقة الحديد الداخلي في تكوينها، مشيرة إلى أنها قامت بضبطهما ومعهما كمية من الحديد المسروق ومعدات تكسير. أعلنت بلدية بنغازي استئناف أعمال تنفيذ خط مياه قطر 1200 الناقل للمياه من حقل مياه بنينة، وذلك بعد توقفه لأكثر من 12 عاماً، وأوضحت البلدية أن المشروع يساهم في زيادة التدفق المائي لمدينة بنغازي. قال مدير مركز مكافحة الأمراض إن متحور كورونا الجديد لم يصل إلى ليبيا، وفي حالة دخوله سيعلن المركز ذلك، مؤكداً أن المؤشرات الوبائية في ليبيا مستقرة منذ أشهر، وأنه توجد في البلاد المعامل المخبرية الكافية. يباشر الأهلي طرابلس تحضيراته بالعاصمة المصرية القاهرة لمواجهة نادي نواذيب الموريتاني ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد أن خسر الأهلي طرابلس لقاء الذهاب في موريتانيا بهدفين نظيفين. تمكن لاعب المنتخب الليبي طيف عثمان من تحقيق الميدالية الذهبية في فئة وزن 49 كيلوغراما في بطولة العالم لرفع القوة لأصحاب الهمم، وذلك للعام 2023 والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة. نهاية النشرة وإلى اللقاء.